بويندو بيوتي لليوم سبا للأطفال وكمان ثلاث نوادي آخرين مع السيدة رينا رياشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح نحن الله. اليوم بدنا نهتم بجمال الأولاد، ونحن بنعرف أنه هالترند صارت أكثر وأكثر منتشرة خصوصا بالبيرثدايز، وحضرتك يمكن السبيسياليست نيميرو آن بهالموضوع. عندك حضرتك أربع نوادي للأولاد اللي هن نادي الأم هو اليونيفير دالبيري اللي حكينا عنه بالحلقة السابقة. أول شيء بدي أتشكر الأم تي في لاستضافتها لإلي لتاني مرة، ورح نحكي شوي بسرعة عن اليونيفير دالبير. هو نحن أول كلوب أسسنا بلبنان، كنا بالداون تاون، ونقلنا من بعد الحالة نقلنا على الرابية، ومن بعد فترة دامت 10 سنين حبينا نواكب الجيل اللي بلش معنا، وافتتحنا اجا اولاد، يعني اجا اولاد اليونيفير دالبير. بيناتهم كان في ستارز يلي هون عم نشوف صور، على صور عن اليونيفير دالبير، وهول ايفنتس انعملوا باليونيفير دالبير، ايفنتس بيتخللون طبعا غير البيرث داي الكلاسيكي، انه يكون في يمكن العاب بالمطبخ، العاب يدويه كمان. مزبوط، نحن مشهورين لانه اخترعنا فكره كثير كانت جديده بالوقت، هي البنتور على الحيط، بنتور ميرال. دونك في كثير ناس انبسطت انه قلدونا، بس لانه حسينا قديه هالشيء اخذ رهجه، والكويزين كمان. دونك هون عم نشوف الاولاد عم يعملوا كويزين. هيدا البانتور لو فامو مور دالبير يلي بيرسموا عليه الاولاد، هلا صرنا عم نعمله بيرسوناليزي وعم نشتغل عليه يعني تكنيكات جديده. نعم. بقى كيف طلعت معك الفكره بالاساس؟ هي صراحة كنت كثير الانيفرسير نشوفه شوي كلاسيك يعني نسبة لهيك، وحبينا نخلق شيء جديد انه العالم ما تكون يعني، مشان هيك اخترعنا البانتيور سور لو ميور. دونك والكويزين كانت فكرة كمان جديدة، وابار سا بالنيفير دالبير كمان عم نشتغل يعني سبيشال ايفنتس، اذا بدك على كريسماس، على ايستر، على هالوين، على كل فترة عنا نحن بنشتغل عتام يعني. نعم. وأكيد البرشدي عتام، كله عتام، وبنظهر برات الكلب مثل ما ذكرت قبل بمرة. هلأ بعد 10 سنين، ونحن بنعرف رينا قدي يعني هالأكتيفيتي اللي عم تنعمل، هالنشاطات اللي عم تنعمل، إن كانت خلال إيفنت أو بالأيام العادية، قديشة مدروسة من قبلكم، قديشة يعني نفسيا ومعنويا بتريح الولد وبتخليه فش خلقه بطريقة فنية. أكيد أكتر. أكيد نحن حكيناها كمان هيدي، انه نحن كثير بنشتغل على اساس نظهر شوي، نخلي الولد انه يستعمل كل حواسه معنا بالشغل يعني. دونك بنجمع كذا شغله بالبيرثدي، مش بس بيرقص، اما بيغني، اما بيستعمل ايديه، بيشوف الالوان، بيشم. دونك عم يستعمل كل حواسه. نعم. هلا نحن ساعتها فكرنا انه لازم نواكب الجيل اللي بلش معنا اللي صار عمره 10 سنين، وخلقنا شيء اسمه ستارز. ستارز هو يعني محل آمن ليجوا يعملوا بارتيز عنا الأولاد يلي عمرهم بين 10 و16 سنة، يلي قربوا شوي من عمر المراهقة أو بعمر المراهقة. هلأ نحن كتير عم نقدر الأهل اللي عم يعطونا الثقة، لأنه نحن نسهر عليهم كأنه أهل سهرين على أولادهم يعني، إذا حطون عنا عم بيعطونا هالثقة، ونحن عقدها لأنه كتر خير الله يلي عم يجي على ستارز عم يجي عيدة مرة واثنين وثلاثة، وصاروا عم يبعثوا الاولاد لحالهم بلا اهلهم يعملوا حفلات خاصه عنا. نعم. بقى بنشوف هون شوي صور عن ستارز، يعني هو مكان للحفلات، ولما الاولاد بيكبروا شوي ما بيعودوا يمكن يهمون العاب الصغار. مزبوط. بينتقلوا هوني. على سوري، هون في بريك دانسر بيجي، في عنا ويلكم درينك هوست تجي عليها الشاتات وهيك، سيمينيو يعني انه اكيد عم نحكي عن درينكس من دون بطريقة كحول، بريئه بطريقه هيدا، لانه بعد ال 16 ما بتخيل انه بصير بدهم غير شيء من يلي عنا. صحيح. بقى بنعمل سويت 16 بارتيز كمان كثير بتاخذ شيكسي عنا، وبينتو عنا افكار كثير جديده لستارز رح تكون
هون عم يفتحوا قنية الشامبانيا بس اكيد سانز الكول كل شيء طبعا يلي منشدد عليها ولا اي بورسنتاج بالكول عنا اكيد وسسا هلا بعد ونحن بنعرف انه اكيد في اخصائيين عم بيتابعوا هالموضوع من هن وصغار وبكل الاوتلتس اللي عندك اياها حضرتك ومن ضمنهم كمان ستارز اللي بيكون في هيك منظمين بيتماشوا اكثر مع عمر اكيد نحن مع كل نحن اجمالا مع كل جروب بيجي لعنا كل انيفرسير بيكون في اشخاص يعني لازم يعني بتكون مدروسه مين بده يكون مع مين مين بده يستلم مين واكيبتنا كلها يعني نحن دائما عايشين كعائله بالهيدا مثل ما دائما انا بقول لهم ايد وحده ما بتزقف بحيي كمان مره ثانيه التيم تبعنا لانه هن التيم يعني هن الاساس تبعنا كلها وكتر خير الله انه نحن هون صرنا 13 سنه منا هينه انه تقدري توقفي وتكبري وتستمري وتكسبي ثقة الزبونات يلي بيعيدوا سنة ورا سنة يعني وقت هلا عرفوا عن ستارز بيقولوا لي اف عملنا عندكم من 10 سنين نحن رجعنا بنبسط انه لانه ثقة العالم فينا هيدا الشيء بيعطيك بوش انه تقدري تكفي وتوسعي وبيعطيك هالقوة يعني انه تتسابري يعني وتعطي اكثر ومنشان هيك عم بتسابروا وعم تختلقوا كمان كونسبتس جديد اكثر مزبوط وخلق معكم كمان سبا اوف ستارز اللي هو سبا اوف ستارز هو مثل حلم كل بنت انه بتكون قاعده بالبيت بتحب تلبس شوسير امها بتحب تعمل مكياج امها بتحب تعمل شعراتها تبقى البنت مأثره بامها دونك نحن خلقنا هالمحل بطريقه مهضومه وكثير مبسطه يعني ما عمينا يعني اوفر لحتى البنت تحس انه نعم. ما يكون في اكسي بهالشيء بقى نحن بنعملها القصص البازيك يعني انه فير لشعراتها لايديها بنحط لهم فيرني بنعمل لهم امتي مساج شفتي شو مهضومين كثير واكيد المواد كلها ما بتضر ابدا اكيد كله معمول خصوصا مشان ما يعملوا اي الرجي شو حلو حبيت عبالي انا نروح يلا بنكفي نعمل سبا مع الاولاد لاي عمر نحن هون العمر ما في عمر اساسا لانه عم بيجي اوقات عنا دي مثلا بيكونوا اصحاب بدهم يعملوا شيء سيربريز لصاحبتهم بجيبوها على سبا بيرجعوا بفوتوها على ستارز دونك هون ما في عمر يعني حتى الكبار عم ينبسطوا بهالمكانين نحن رح نتابع حديثنا رينا ولكن رح ناخذ وقفه قصيره وبنرجع منتابع حديثنا مع سيدة رينا رياشي عن سبا اوف ستارز عم نحكي هون عن الاهتمام بجمال الصبايا الصغار مزبوط. وبعض الصبايا بيروحوا من السبا وبينتقلوا دغري على السهرة بالستارز على كل بيستارز ممكن تكون بنهار مش بالليل لا مش ضروري بالليل نحن بنفتح من الساعة 10 ل 12 بالليل دونك بياخذوا اوقات اكستنسيون بيعملوا ديفيلي بيحبوا كثير هالربع ساعة هيك انه بيكونوا خلصوا ظبطوا حالهم ظهروا نحن بسبا اوف ستارز انه بنشدد انه اجمالا الانسان وقتها بيكون هو مرتاح مع حاله مظبط حاله بنحب هيك نربي البنات انه يهتموا بحالهم وبجمالهم لانه وقتها واحد بحب حاله بصير كمان يحب الناس اللي حواليه حلوه دونك خصوصا فريمون اساسا كل بنت حلوه بقنصتها بترتيبها بهيدا يعني نحن ما عم نعلمهم يكونوا زياده ما يكون عندهم هالاوفر بس انه المينيموم يتعودوا انه في بالحياه في شيء اسمه الترتيب انه التظبيط الكذا ويظبطوا حالهم تيحبوا حالهم ويحبوا اللي حواليهم ولكن اهتمامكم مش بس بالبنات انما ممكن كمان تهتموا بالصبيان ببوت كامب بوت كامب مزبوط بوت كامب هو المولود الجديد تبع اليونيفير دالبير بوت كامب هو صراحه لقينا نقص وقتها صار عندنا ستارز وسبا اوف ستارز حسينا انه في نقص للصبيان بعمر معين بين السته والتسع سنين كان دائما نواجه مشكله بقى حبينا نخلق لهم البوت كامب يلي على اساسه
كنت فكرت هلا بيمرقوا صور بوتكامب كمان. البوتكامب هو انه بنعمل مثل جو ديكيب ومنعود الصبيان على فكره هن مش صبيان بس لانه في بنات عم بيحبوا يجوا على البوتكامب كمان منه بس صبيانه عم دونك نعودهم على فكره جو ديكيب. جو ديكيب يكون عندهم روح رياضيه وان ميم تان ما في تلفزيون ما في شيء لانه كل الاولاد بهالاعمار عم بيكونوا كثير متاخدين بكل شيء الكترونيك ان كان من الـ من الـ من التسكي او الجينابلات وهدول دونك بالبوت كامب ما في شيء مركزين هيدا بنشوف شوي ديكار فقط العاب يعني جسديه اذا فينا جسدية نقول رياضيه إيه. لانه الاولاد عم اذا ما كانوا عم يشاركوا بنشاطات برات يعني البيت يعني مثل شي سبار نعم. عم بيكون عم بيقضي هالولد وقته عم بيكون عم بيعلى الجيمز وعلى القصص اللي صحيح. هلا منتشره بقى نحن بهون شلنا كل شيء اسمه تلفزيون وخليناهم يعملوا جو ديكيب ويكونوا عم بيعملوا ويتعلموا انه في خساره وفي ربح حلو. بس بالبوت كامب كله بيربح نعم. بس انه ديجا الفكره رينا هالافكار الناجحه ممكن تنتقل للخارج وبلشتوا يمكن تفكروا مزبوط. بهالموضوع اعطينا شوية تفاصيل نحن صرنا دخلنا بال LFA Lebanese Franchising Association عم نحضر عم نكون عم نهيئ حالنا تنكون منطلقين لانه على برا عنا وهيدي صارت من وراء طلب كثير عن جد يعني صار لنا فتره في ناس بيقولوا لنا بليز افتحوا هون بليز افتحوا هون بليز افتحوا هون حتى برات لبنان بيجينا اتصالات بيحجزوا على التليفون بتلفنوا بنبعث ايميل بيعملوا كل الحجز على التليفون بيقولوا لنا على ذوقكم يعني بس بيعطونا الديت بنتفق على كل ديتاي بيمشي الحال دونك من وراء رغبه الزبوناتنا والعالم اللي حوالينا حسينا انه لا حرام فكرتنا كثير ناجحه وبعدنا صامدين انه كبر. زرعنا هلأ من نبلش نحصد بلبنان وإن شاء الله رح نزرع ببرات لبنان وإنترناشنال نكون ويعطيكم ألف عافية وتضلوا تزرعوا هالبسمة على وجوه الشباب والصبايا والأطفال يعطيك العافية رينا رياشي أهلا وسهلا فيك مرسي. مشاهدينا رح ناخذ وقفة قصيرة ومتابع من بعدها MTV Alive كيف كان؟